مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم ولقاء متجدد على شاشه الاسكندريه. وحوار اليوم دائما ما بنؤكد مرارا وتكرارا على ان لسه فيها حاجه حلوه، لسه فيها حاجات كتير حلوه. مش ضروري ابدا ان احنا نسافر بره مصر عشان نحقق وننجز ونستطيع ان نقدم لمصر الكثير ونحن بداخل مصر. الحقيقه زي ما في مجدي يعقوب في كمان سامح شحاته، اسم يتردد كثيرا جدا في الأوساط الطبية العالمية، لكن لم نكن نعرفه أنه بكل هذا الحجم الكبير عالميا. الحقيقة من حوالي سنة كان لنا لقاء معاه وقال أن في نظرية علمية أو عملية جراحية بتدرس في عالم طب الأطفال باسم سامح شحاتة، لكن لم نتخيل طبعا مع حفظ الألقاب، لم نتخيل أنه يصبح رئيسا للفيدرالية العالمية لجراحة الأطفال، أول مصري عربي على مستوى العالم أن يتقلد هذا المنصب. إيه هي الفيدرالية؟ أولا جامعة اسكندرية، ثانيا يعني أنه قريب من قلوبنا جميعا لأنه يتعامل مع الأطفال، فله تعاملات كثيرة جدا مع المواطنين البسطاء، ونحن نعلم أن جراحات الأطفال مكلفة جدا، لكنه يتعاون وبشكل كبير جدا في تجارة كبيرة مع الله. معنا ومعكم على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور سامح شحاتة، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية. احنا مبسوطين قوي يا دكتور. اهلا بك يا مدام، اهلا، انا سعيد جدا بوجودي معكم. احنا الحقيقه بنهنئك ونهنئ انفسنا ايضا بالاسكندرانيه اولا، وبعدين مصر كلها والعالم العربي ان يكون سكندري مصري عربي ومن داخل كليه الطب جامعه اسكندريه يحصل على هذا المنصب ويتقلد هذا المنصب. مبروك. الله يبارك فيك. جهد كبير يا دكتور. الحقيقة سنين طويلة من يعني من المتابعة والمجهود، ما كانش الواحد يتوقع في النهاية أن يصل. الحقيقة كان الأمل بعيد شوية، لأنه المنظمة الدولية يمكن كان أملنا في يوم من الأيام أن احنا نبقى أعضاء فيها مثلا أو ممثلين أو غيره، لكن أن نصل إلى القمة اللي هي اختيار وانتخاب من الأعضاء جميعا أن يختاروا زي ما حضرتك تفضلتي مصر سكندري مصري عربي بالظبط، هو ده الانتماء فعلا، وده اللي انا بتشرف جامعة اسكندرية. بالظبط. طيب احكي لي بقى ايه موضوع الفيدرالية دي يا دكتور، وتضم كام من الدول العالم، واحنا موقعنا فيها ايه؟ جميل جدا. هو الفيدرالية الدولية لجراحة الاطفال انشئت عام 74 وفي ساو باولو في البرازيل، وكان الهدف منها ورعاية وتنمية مهارات جراحة الأطفال وتدريب الأطباء الشبان على مستوى العالم. مقرها في بازل في سويسرا، وتضم ممثل عن كل قارة من القارات. يعني تخيل حضرتك قارة أمريكا الشمالية ليها ممثل واحد، أمريكا الجنوبية كذلك، وكل القارات لها ممثل في المجلس الإدارة للمنظمة أو الفيدرالية العالمية. طبعا تضم أعضاء، ابتدينا بعدد قليل من الأعضاء، كانوا حوالي 30 دولة منظمة جراحة أطفال على مستوى العالم. دلوقتي بقينا 200 دولة ممثلة، تقريبا كل منظمات جراحة الأطفال الدولية ممثلة في الجمعية العمومية للفيدرالية الدولية. كم مصري مشترك في هذه الفيدرالية؟ على مستوى مجلس الإدارة أنا الوحيد. على مستوى جمهورية مصر العربية؟ نعم، يعني المصري الوحيد، ويمكن العربي الوحيد أيضا في المنظمة الدولية. طب دكتور ما جاتش صدفة، ما فيش حاجة تيجي كده على رأي نانسي عجرم، أكيد كان في جهد كبير جدا إلى أن وصلت لهذه المسألة. يعني مش جهد بس انك انت توصل او تنشر ابحاث علميه، اكيد كان عندك جديد، هما مش هيجاملوا الاجانب وحاجه عالميه ومصري وعربي ومسلم وقصص كده كتيره بيبقى فيها محاذير، لكن هما الحقيقه برضو عايز اقول انه في المقابل لما بيلاقوا جهد بينسوا ده كله وبيبقوا عايزين يستفيدوا من هذا الجهد. طبعا بالتأكيد، هو يعني كلام حضرتك صحيح. الموقف يمكن من دول الشرق الأوسط أو الدول العربية أو غيره يعني يمكن يكون متحيز شوية لك ضدنا،
كمان يعني حضرتك دول ايه؟ الدول الشرق الاوسط عموما او غيره، على اساس انه ناس كتيره بتظن ان امكانيات البحث العلمي عندها قليله، ضعيفه، وبالتالي مش متوقع منهم ان يعني يطلعوا بابحاث جديده وتضيف للعلم. فانا بفضل الله يعني زي ما حضرتك ذكرتي عملت بحث كان يتضمن عمليه جديده في جراحه اطفال، انهت غيرت الـ يعني اللي هي الخصيه المعلقه. يعني كان ليها عمليه سابقه بتتعمل عن طريقه بقالنا 50 سنة بنعملها، أنا شخصيا عملتها وكنت غير راضي عنها، وكل الجراحين على فكرة غير راضية عنها، بس كانت هي دي الموجودة. هل نتائجها يا دكتور اختلفت؟ تأكيد تماما. وهم لما جم يعملوا العملية بتاعت حضرتك عالمية قالوا كده؟ قالوا انه بالفعل انك غيرت مجرى الطب في هذه المسألة؟ هو يعني مجرد ان هم يغيروا حاجة كانت ماشية لمدة 50 سنة ويتبعوا طريقة جديدة، ده معناها ان هي غيرت، يعني كتب الطب اتغيرت دلوقتي. لسه حالا من حوالي اسبوعين في انجلترا كان في، انا فوجئت ما اعرفش هذه المعلومه، واحد مصري في انجلترا قال لي انه حضر مؤتمر مهم جدا في جراحه الاطفال في انجلترا، بيناقشوا فيه عن طريق عده مراكز انجليزيه مقارنه بين نتائج عمليه سامح شحات. سامح شحات، اوكي. بص يا دكتور، عايزك تقولي ايه اللي افادته عمليه سامح شحات في الطب تحديدا في جزئية الخصية المعلقة، وهل لها علاقة بمسألة الذكورة ولا العملية الأولانية والعملية الثانية فيهاش مشكلة؟ لا، العملية الأولى فيها مشكلة الحقيقة، لأنه هي باختصار شديد الخصية المعلقة نوعين، نوع ظاهر ومحسوس، دي عملية سهلة بيعملها كل جراحين الأطفال، لكن الخصية المعلقة داخل البطن هي مشكلة لأنها بعيدة جدا. طيب عشان بعيدة هو عايز يوصلها الى مكانها في كيس الصفر، فمضطر، دي العمليه القديمه، انه يقطع الشريان الرئيسي المغذي للخصيه. وده بيأثر على ايه؟ على الدوره الدمويه للخصيه. فبالنسبه للذكوره المساله بتبقى صعبه. يعني ممكن وظيفه الخصيه الاساسيه هي حاجتين، الذكوره والخصوبه. ايوه. الذكوره موجوده لانها تتحمل فقد شويه من الدوره الدمويه، لكن الخصوبه بتبقى الخصوبه صعبة. بتتأثر على طول. فكانوا بيقولوا لنا هو ده الموجود، اذا كان يعني اذا كنتوا عايزين، اذا كنتوا عايزين. اوكي، اللي حضرتك عملته لمده 50 سنة كانت هذه العمليه. 50 سنة؟ 50 سنة العمليه دي قائمه، وكل الجراحين لما بيعملوها، انا عملتها اعترف يعني. جريمه. جريمه طبعا. ان انا لما اقطع الشريان الرئيسي المغذي للخصيه. حضرتك بتقول للمريض كده يا دكتور؟ بتقول له انك انت احتمالات الخصوبة، انت عارف احنا في مجتمع شرقي مصري حاجات كتير جدا، فحكاية الخصوبة دي دايما يربطوها بالرجولة وبالفحولة وحاجات كده، كنت بتقول لهم الكلام ده؟ هو لازم يعرف تفاصيل عملية اي مريض طبعا، لكن هي لو خصية واحدة فالخصية الاخرى بتعوض. فما فيش مشكلة في الخصوبة او الذكورة لو كانت ناحية واحدة، مشكلة لو كانت ناحيتي. وده برضو مش عدد قليل، في اطفال كثيره عندهم الناحيتين داخل البطن، ولكن كان بتجرى لهم العمليه على الناحيتين عن طريق قطع الشريان. حقيقه برضو عايزه اذكر حضراتكم دكتور سامح عمل مبادره اكثر من رائعه العام السابق، وقال انه احنا ممكن ما نوصلش لكل ده لو الام توعت ازاي تكشف مبكرا على ابنها، وكان لقاء موسع يعني يضم وكيل وزاره الصحه والجهات المعنيه، وقال لكن لو اكتشفت انا متبرع باجري في العمليه. اما يكون عالم وقيمه وقامه وكل ده وبعدين يجي يقول لك انا هتبرع باجري، اكيد المسائل بتختلف كثيرا. بتبص بقى انت ان الطب رساله انسانيه، من حقه انه يكسب ومن حقه انه يحصد ثمار تعبه عبر سنوات، لكن كمان هو عنده زكاه علم بيعملها وبيتاجر مع الله. الكشف المبكر يحصل ايه يا دكتور؟ يعني لو انا كشفت مبكرا ووعيت الامهات وقلت لهم خلي بالكم من هذه الجزئيه. الكشف المبكر دلوقتي بقى مبكر جدا. يعني مش هقول لحضرتك والجنين في بطنه. والجنين بالظبط. انه احنا اصبحنا بندرك عدد كبير جدا من العيوب الخلقيه في الاطفال قبل الطفل ما يتولد. فالام عارفه، وبيجي لي حوامل على فكره في العياده تقول لي انا حامل في جنين والجنين عنده العيب الفلاني موجود في الاشعه، نعمل ايه ونولد فين والولاده امتى، بحيث ان هي جاهزه ومستعده والمستشفى جاهزه. لسه ما نقدرش نعمل عمليات والام حامل. عمليات الجنين يعني نادره وليست منتشره حتى الان، حتى في كل المراكز.
لكن في مراكز متخصصة في أمريكا وأسبانيا بالذات بيعملوا عمليات للجنين في بطن الأم. يجي سليم بإذن الله يعني. اه طبعا يعني ليها نسبة نجاح، لكن طبعا حضرتك متخيلة عملية في جنين جوه بطن الأم ليها يعني محاذير يعني مش سهلة. مجلس جامعة أو كلية الطب في جامعة اسكندرية كرمت دكتور سامح شحاتة امبارح، والحقيقة تقليد لطيف إن كلية الطب جامعة اسكندرية دي لها بريق كبير جدا، وعندنا علماء كبار جدا، وعندنا ناس زي الدكتور سامح كده زي الألماز يعني، عايزين بس ايه يعني نقول لهم احنا بنتحال عليهم عشان يجوا فيقولوا يا جماعة احنا بنشتغل وحاجات كده. لا، مصر بخير وفيها علماء كتير جدا. فجامعة اسكندرية كمان انا مبسوطة قوي ان كلية الطب اول من كرم الدكتور سامح شحاتة، لان انا لما يكون التكريم داخل بيتي يعني تلفزيوني انا مثلا اما يكرمني هبقى سعيدة جدا، غير اي جهة تانية ما تكرمني. سلسلة التكريمات بقى ده. الحمد لله الحقيقة يعني تشرفت بتقدير وتكريم من عدة جهات اللي هي بيتي زي ما حضرتك قلت، طبعا وبالتسلسل اللي حضرتك ذكرتيه السكندري المصري العربي، فكلهم الحقيقة قاموا بهذا الدور من التكريم، وأنا بالعكس ده أنا بتشرف ويعني بالانتماء ليهم. أنا في كل طبعا جامعة مؤتمر اسكندرية دولي كلنا بنتشرف الانتباه لجامعة اسكندرية يعني، انها في يعني القلب رغم كل الحاجات لكن هي في القلب يعني. طبعا، فأنا في أي مؤتمر بحضره بأسعد لما أشوف علم مصر موجود الحقيقة، يعني شرف ليا، وبأعلن إن كل تعليمي وتدريبي وأبحاثي داخل مصر. داخل مصر. طب ما سافرتش ولا تم اعارتك ولا رحت درست بره يا دكتور إطلاقا ولا اخذت؟ ودي الجديدة يعني دكتور مجدي يعقوب أمتعه الله بكل الصحة والعافية، يعني أخذ ماجستير ودكتوراه وحاجات كده بره مصر. دكتور أحمد زويل نفس الحكاية، لكن دكتور سامح شحاتة من داخل كلية الطب من داخل مستشفى الشطبي اللي احنا كتير بنعترض على حاجات جواه، إلا إنها علمته وأعطته الابتكار وخليته يفكر خارج الصندوق في عملية تفيد البشرية. كان عندك صعوبات يا دكتور داخل الكلية؟ والله اللي احنا بنعاني منها كلنا، يعني انا في بداية كم ساعة شغل؟ تدريبي بالظبط كمعيد وكان في القسم كان الكلام من الزملاء ان لا ما تقدرش تعمل بحث علمي، ما فيش تمويل بحث علمي، فيش امكانيات في مصر او في الدول الشرق الاوسط الدول العربية. فانا دايما كنت شايف عكس كده، احنا عندنا ثروة مش موجودة في البلاد الاجنبية، يمكن مقدرينها او مش مقدرين عدد الحالات ونوعيه الحالات اللي احنا بنشوفها لا تقدر بسبب. لو احنا سجلناها وبحثنا فيها ريكورد. ريكورد كويس وقدمناها، مش عايز اقول لحضرتك الابحاث اللي احنا بنقدمها على حالات اتعملت في مصر في مراكز مصريه مختلفه قد ايه هي قويه، وتماثل يعني 10 اضعاف مراكز قويه جدا في اوروبا وامريكا. هي ثروه لازم احنا ندركها. طب اسمح لي بس احنا ناخد فاصل، احنا جايبين تورتايه بسيطه تعبر عن سعادتنا البالغه بجد والله يا دكتور سامح. يعني انا من حظي ان انا اعرف دكتور سامح من سنوات طويله جدا، منذ ان كان معيدا الى ان اصبح في هذا المركز لم يتغير، بالاضافه لحاجه مهمه قوي، التجاره مع الله. دايما طول الوقت الاطباء بقت تلتصق بيهم الماديه، لما نبعته حاله ويقول خلاص انا مش عايز انا اجري وانا هساعد وهعمل وهنزل، يعني وصل لهذه المرحله ولسه بيعمل عمليات داخل مستشفى الشطبي ويتعاون. وكان من حظي برضو ان انا صورنا داخل غرفه العمليات وكانت حاجه صعبه قوي. انتوا بتعملوا كده ازاي؟ والله مش عايز اقول لحضرتك يعني من امتع اللحظات اللي انا بعيشها هي لحظه العمليه. بتفتحوا قران وام كلثوم وفي طبعا ايه يا لا دكتور؟ لازم نعيش حياه طبيعيه تماما، لانه انت محتاجه كل تركيز الجراح ويبقى ريلاكس تماما عشان يدي افضل نتيجه للعمليه. احنا لازم الجراح لازم يكون هادي الاعصاب جدا مستريح ومركز في اللي هو بيعمله. عملت دكتور جيل تاني؟ والله احد انا في رايي احد يعني طرق تقييم الاستاذ الجامعي هو مش انجازاته الشخصيه، ولكن كم واحد
هو ساعدهم انهم يصلوا الى مكان. فانا استطيع اقول، مش مفروض انا اقول هذا الكلام، لكن كثير من الشباب اللي تدربوا معانا انا بفخر بيهم الحقيقه. مش في انت كنت برضو حضرتك تلميذ نجيب للدكتور عكاري، يعني انا متذكره جيدا انه كان يترك الدكتور، يعني هو يعمل العمليه وخلاص، ودكتور سامح هو اللي بيقوم وهو اللي بيتابع وهو اللي بيدخل اوضه العمليات. فبرضو يعني جامعه اسكندريه كان فيها طبعا اساتذه كبار قوي يا دكتور. اختلفت المسألة دلوقتي، أنا بتذكر والله العمر بيرجع أنك قدام أمام الدكتور عكاري فعلا تلميذ نجيب، هل يحدث ذلك في الأجيال الحالية؟ والله الدنيا اختلفت ما فيش شك. يعني ما حضرتك شفتي في الفترة السابقة من علاقة الأستاذ والتلميذ هو مختلف شوية دلوقتي، بس أنا عايز دايما أبص للجانب المضيء. يعني عايز أقول إن في اختلاف طبعا في التعاملات وفي المهابة بتاعة الأستاذ الأستاذ وغيره، ولكن يوجد جيل جديد من الشباب الجراحين المصريين والعرب حقيقة مبهر. يعني تعلموا مهارات كتيرة جدا يمكن الجيل السابق عليهم ما تعلمهاش. سافروا بره، شرفونا في المحافل، المؤتمرات، في نشر علمي قوي جدا. عايز أقول دايما المستقبل معانا، وأنا متفائل بالمستقبل في مصر في جراحة أطفال وفي الدول العربية. هاني انا حابه ان انتم اخر 5 دقائق في الحلقه حد ينبهني، هندخل التورته نحتفل كلنا كاسره برنامج، ولنا الشرف الحقيقه ان يكون معانا الدكتور سامح شحاته كاول ظهور اعلامي له حصري، اول سكندري مصري عربي يحصل على الفيدراليه العالميه لجراحه الاطفال، ويكون له نظريه علميه تسمى باسمه تغير مجرى التاريخ الطبي في هذا المضمار. التكريم القادم بقى دكتور، قول لي، انا سمعت ان جامعه اسكندريه كمان رئيس الجامعه وقسم الجراحه كمان هيكرم حضرتك. الحمد لله. يعني هو دي كل انا الانتماء. مبسوطه ان هم يعني حاسين. لا يعني الحقيقه كل الجهات اللي انا بتشرف بالانتماء ليها يعني اعربت عن هذا الاحساس، وده حاجه تشرفني كثيرا، ابتداء من قسم جراحه الاطفال اللي هو البيت الاصغر، طبعا كلية الطب، مجلس كلية الطب، أستاذ الدكتور أحمد عثمان في الأسبوع الماضي عمل تكريم، وكان مجلس الجامعة كله كان موجود، كلية الكلية كان موجود، قسم الجراحة بكرة الصبح إن شاء الله بتاع الأصل الأستاذ الدكتور إيمان إيمان لبيب، لبيب برضه عمل تكريم، وغير التكريمات العربية الحقيقة برضه لينا علاقات جيدة جدا بالشمال أفريقيا اللي هم كانوا منعزلين عننا فترة طويلة نتيجة لتكلمهم باللغة الفرنسية. فرنساوي قرروا السنة اللي فاتت إن هم يغيروا لغة المؤتمرات إلى الإنجليزية، وده صعب جدا عليهم الحقيقة، ما كانش سهل، طبعا اللي علشان بيزعل طبعا. هدف إن إحنا نتقارب مع الإخوة المصريين. شوف حضرتك قد إيه الجمال، الجزائر وتونس والمغرب قرروا تحويل اللغة، سنين طويلة بيتكلموا الفرنسي، قرروا انها تبقى الانجليزية ودعوني، وكنت انا رئيس شرف مؤتمر في تونس وفي الجزائر في الشهر انا دايما اشوف دكتور سامح اقول له هو يا دكتور سامح انت ابن بطوطة، انا مش لاقيك خالص في مصر، انت فين؟ هل ده فادك يا دكتور، حضورك المؤتمرات، حضورك كسبيكر بتقدم ابحاث، ده فادك في التواجد العالمي والتواجد العربي؟ بالتأكيد. يعني هو ده الحقيقة، بس مشقة عليك، أنا شفتك بتعمل عمليات في أوكرانيا مش كده؟ بالظبط. يعني هو مشقة زي ما حضرتك قلتي، طبعا السفر طبعا والطيران والبعد عن مصر وغيره، لكن يقابلها متعة لا تقارن. يعني أولا إن احنا نتبادل معلومات، احنا بنستفيد جدا لما نلتقي جراحين أطفال، كل واحد عنده فكرة جديدة أو خبرة جديدة بنتبادلها مع بعض. لما نروح دول عربية ويستقبلونا بهذا الترحاب وهذا الرغبة في التعاون والنهضة بجراحة الأطفال في المنطقة العربية، ده شرف كبير لي. فيقابل المشقة يقابلها متعة وإحساس بالنجاح وإن احنا وصلنا لحاجة قريبة. الجراحين المصريين في طب وجراحة الأطفال موقعهم فين عالميا؟ والله الفترة الحالية أولا احنا عندنا جيلين من طبعا جراحين الأطفال، جيل الرواد
زي ما حضرتك ذكرتي الأستاذ الدكتور عكاري رحمة طبعا. الله عليه، والدكتور ماهر الدسوقي برضو جيل مختلف، متهيألي أكبر شوية، أصغر شوية. دكتور ماهر؟ أصغر من الدكتور عكاري. أصغر من الدكتور عكاري لكن أكبر من حضرتك. طبعا. وفي مصر كلها الحقيقة في رواد كتير في مراكز كثيرة، دكتور عزيز عبد العليم، دكتور عادل لطفي، دول مؤسسين جراحة أطفال في مصر. فده جيل احنا بننظر إليه بكل الفخر والإعزاز، ظروفهم كانت صعبة في وقتها لكن أنشأوا جراحة الأطفال في مصر. تخصص التخصص. يعني كانت جراحة عامة قبل كده. كان الجراحة العامة تخيلي حضرتك اللي هو بيعمل كل عمليات المرارة والزايدة والطحال وغيره، يجيله طفل صغير يعمل له عملية. طبعا مش عايز اقول لك النتائج كان شكلها ايه. اصبح في يوم من الايام تخصص اسمه جراحة الاطفال، ودي كانت بداية التطور لتخصص جراحة الاطفال. ثم الجيل الحالي اللي هو الحالي من اساتذة جراحة الاطفال، الحقيقة انا بفخر بيهم يعني عملوا انجازات جميله جدا، من ضمنها الانشطه. حضرتك لو تابعتي انشطه جراحه اطفال في مصر، كميه ورش العمل، كميه المؤتمرات، كميه الايام العلميه اللي بتتعمل رائعه. هو الحقيقه انا فخوره بمستشفى الشرق، لان الناس كتير جدا بتقعد تقول المستشفى فيها لها ما لها وعليها ما عليها. دكتور الكثافه العدديه، عارف حضرتك لو دمنهور جامعه دمنهور عملت مستشفى، صدقني ممكن المستشفى الجامعي تبقى حاجه كويسه جدا، لان اللود كبير جدا على المستشفيات الجامعيه في اسكندريه بشكل غير عادي. لكن لما ظهرت الاشاعه الخاصه بالسحائي، نائبة إلهام المنشاوي يعني صديقة عزيزة، فقالت لي إما طب تعالي نزور المستشفى من غير ما نقول لحد. والحقيقة دكتور الحقيقة يعني يشهد الله على ذلك، نحن لم نرى غير إنها تضاهي الاستقبالات والطوارئ بتاعة المستشفيات الخاصة وأفضل. يعني عشان بس الحق يقال، بقدر ما هناك بعض السلبيات في عدم استقبال المرضى بابتسامة، بس الضغط بيخلي الناس تتأكد. لكن النظافة أنا شو يعني يشهد الله، أنا كان في زيارة وجولة مع الدكتور سامح شحاتة ودخلنا. أنتوا عندكم كم غرفة عمليات؟ عندنا 4 غرف عمليات. كافيين يا دكتور ولا محتاجين تاني؟ والله هم كافيين، يعني احتياجاتنا في حاجات تانية، أجهزة مساعدة زي أجهزة المناظير الجراحية، أجهزة التخدير، التنفس الصناعي، الحضانات، كل دي حاجات مساعدة بتوقفنا عن دخول حالات او استقبال حالات. لكن غرف العمليات يعني تكفي لو احنا هنشغلها باستغلال امثل. يعني الحقيقه هو له جانب اخر دكتور سامح بيعمله رغم كل هذه المشاغل، ان هو رئيس مجلس اداره جمعيه اصدقاء الطفولة. والحقيقه بيعمل لهم حاجات لطيفه جدا وبنبقى سعداء بوجودنا معاه. ما زلت حضرتك بتعمل ده ولا؟ طبعا يعني الحمد لله من ضمن اهتماماتي، لانها مرتبطه يعني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الدوله لا تستطيع انها تنفق تماما على مستشفى بهذا الكم. يعني انفاق طبعا هو انفاق هائل، ولكن لا يكفي ان احنا نغطي احتياجات المستشفى اللي هي العلاج الطبي دلوقتي مكلف جدا، وبالذات على المستوى العالي اللي احنا بنأمله يعني. فالمجتمع المدني حضرتك يعني ساهمتي كتير وزورتينا في هذا المجال، بيقوم بجمع التبرعات لشراء الأجهزة الناقصة اللي هي قد تكون محتاجينها في جراحة الأطفال. فجمعية الطفولة البريئة أنشأها على فكرة الأستاذ الدكتور سيد العكاري، والله هو كان المنشئ تلميذ الدكتور محافظ بشكل غير عادي. يا رب يبقوا طول الوقت يبقى كده، يعني ان الاجيال القادمه تبقى كده يا دكتور. ان شاء الله باذن الله. دكتور سامح اسمح لنا بقى نحتفل بحضرتك، وانا بتمنى ان انا قبل ما اختم الحلقه بعد الفاصل حضرتك تقول نصيحه للولاد اللي عايزين يسافروا، شباب عفوا يعني الشباب اللي عايز يسافر ويسيب مصر على امل ان هو هيجد بحث علمي وهيجد الفرص هناك ان هو ممكن يصل الى العالميه لكن باغراقه في المحليه. نشوف بعد هذا الفاصل. حلمي وبدأت قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه ده
قلبي اديني القوة في طريق مشيت واديني ثبت. لن ننجح إلا بكنت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك صاروا ست. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش لحظة ولا مجاور. الحمد لله تكريمات كتيرة، لكن دي أول تورتة. أول تورتة. احنا سعداء والله يا دكتور سامح، جدا فرحة من القلب غامرة، وانت شايف الاستوديو وشايف الناس كلها، لما بيبقى فيه بصيص من الامل وفي حد بينجح الناس كلها بتلتف حواليه. ثلاث شمعات، يعني انا تشرفت برئاسة ثلاث جمعيات مهمة. الاول الجمعية المصرية لجراحة الاطفال، كنت الرئيس السابق ليها، والجمعية الدولية لجراحة مناظير الاطفال فرع الشرق الاوسط، والفدرالية الدولية لجراحة الأطفال. ثلاث يا رب يبقوا أكثر من منصب كبير جدا. قول يا دكتور، أنا يعني أنا حابة فعلا، يعني أكيد ما فيش رجل ناجح إلا أن كان وراه سيدة تدفعه إلى النجاح بشكل كبير، وتحديدا مهنتكم صعبة، فيها ساعات غياب كتيرة قوي عن البيت، وفيها حضرتك هتقولي المهندسة عزة قد إيه، صح الاسم صح؟ قد ايه الجهد اللي عملته ورا حضرتك علشان برضو تحقق لك. انا بسألك دلوقتي ابنك كان فين، فقلت لي امل مش عارف، يعني من كتر ما المسؤوليات كلها كانت معاها، فتقولها ايه النهاردة يعني يا دكتور سامح؟ اولا هي بتشاهدنا دلوقتي، يعني هتنورنا، ده عدد مشاهدينا زاد بوجودها. الله يخليك. وثانيا هي قامت بدور يعني رائع في هذا المشوار الطويل طبعا، لانها يعني تحملت كامل مسؤوليه الاولاد الدقيقه من اول الحضانه لغايه الجامعه، مسؤوليه رائعه ومتابعه يوميه. تركت عملها ثابت وتفرغت لهم تماما، بحيث ان كانوا في المدرسه يعني النظره والمدرسين بيسالوا الاولاد مين بيعتني بيك ولبسك وكل حاجه الحقيقه، كل حاجه معتني بيها. فهي تحملت الكثير، غياب وسفر ومشغوليات، ساعات طويله في المستشفى وفي العياده يعني يعني تقول لها ايه يا دكتور سامح؟ طبعا يعني انا اشكرها الحقيقه، يعني من غير دكتور سامح بيعرف في الجراحه في الكلام الجميل احنا هنقول. بس هو بيقول لي يعني الحقيقه، بيقول لي انا زوجتي ست رائعه، ولولاها ما كنت انا ابدا، لانها شالت عبء ولدين، لكنهم كمان جينيوس زي الدكتور سامح، بارك الله فيهم ولهم، وبارك فيها ولها الحقيقه. يعني احنا بنتوجه لها بالشكر. حضرتك قلت لي برضو ان ابنك بيشتغل في حاجه يعني كلها تفكير وكلها حاجات يعني لها وانا عايز اقول بس يمكن المشاهدين يظنوا ان هم اطباء يعني لا لا لا، فهم اولا انا تركتهم حريه الاختيار ان هو يختار الحاجه اللي شايف ان هو نجح فيها، برغم طبعا الام كانت عندها رغبة ان حد يكمل المشوار وحاولت تقنعه وما اقتنعوش، يمكن شايفين مدى المعاناة اللي بنشوفها، فاختاروا مجال شيق بالنسبة لهم هم نابغين فيه اللي هو الكمبيوتر والبروجرام. والان واحد فيهم شغال في امريكا والتاني شغال في لندن، وبيشتغلوا في إدارة يعني في إدارة الفيسبوك نفسها، يعني تخيلوا، يعني الحمد لله رب العالمين انه الرزق ايضا في الاولاد. يعني فأكيد. الولاد دول رزق كبير جدا. تحب تقول بقى لكل الشباب واللي بيشوفونا انه لسه فيها حاجه حلوه، الهجره مش الحل والسفر الخارجي مش الحل، تقول لهم ايه؟ والله هو يعني زي ما قلتي في مصر فيها حاجات كتيره حلوه. وانا كان عندي يعني انت اولها دكتور سامح النهارده، يعني احنا هنبدا سنه جديده، فيعني حاجه جميله يعني. لا انا يعني سعيد بكل فترات اللي مرت بيا، طبعا كان في صعوبات اللي الشباب
بيمروا بيها. يعني ما اقدرش اقول ان انا ما مريتش عليها، لكن مريت بيها وتحملتها وتعلمت واستفدت منها. فانا عايز اقول انه كل ما تعلمته، كل ابحاث اللي انا نشرتها كانت في مصر في مراكز مصرية وعلى مرضى مصريين، وانه من الممكن ان احنا نصل الى العالمية ونصل الى البحث العلمي على اعلى مستوى مع الامكانيات الموجودة في مصر. بس احنا عايزين يعني ندرك ايه اللي في ايدينا ونعمل من اجل تحقيق الامل ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق لحضرتك. سعيدة جدا ان كانت البداية اسكندراني ووصلنا الى العالمية. يا رب الخير كله لمصر. بتمنى منك بقى دكتور سامح ان ما يكونش علمك توقف عند هنا وبس. انا عايزة جيل من الشباب زي 4-5 نستنسخ سامح شحاتة واكتر فيما هو قادر بإذن الله. إن شاء الله. نورتني وشرفتني. أنا سعيد جدا بوجودي معك النهاردة. انتهت حلقتنا مشاهدينا، لكن فرحتنا بالفعل لأنها سكندرية، جامعة اسكندرية، لأنها كلية طب اسكندرية، ولأنه أول مصري عربي يحصل على هذه على هذا البوست أو الموقع أو المنصب. فكلنا فخر أن يكون معنا في أول لقاء.